في روبورتاج نشر وبعد فاجعة المعمل غير القانوني بطنجة، شرعت سلطات مدينة الدار البيضاء في إغلاق المعامل غير القانونية العاملة في قطاع صناعة الملابس الجاهزة والمنتجات الاستهلاكية المقامة وسط الأحياء السكنية، بعد أن قامت بزيارات مكثفة إلى عدة وحدات صناعية مقامة في الدور الأرضية والأقبية. روبورتاج في الموضوع من إعداد قطر ندى البازي بكاميرا رضا خليل. قامت مصالح الشرطة الإدارية وممثلو السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية بعدة زيارات إلى وحدات صناعية مقامة في الدور الأرضية والأقبية وسط تجمعات سكنية بهدف افتحاص التراخيص المسلمة لها في حالة وجودها ومراقبة مدى توفر شروط السلامة ومنافذ الإغاثة التي يفرضها القانون. السلطات المختصة استهدفت الأحياء المتمركزة في سيدي البرنوسي وعين الشق إلى جانب مقاطعات أخرى. بالنسبة للجماعة ديالنا وخصوصا مقاطعة عين الشق، تقوم بعملية إحصاء لجميع المحلات الناس اللي كيشتغلوا في الأقبية، وكترقب المسألة ديال الترخيص ديالهم، والناس اللي في وضعية ديال مرخصة ولا غير مرخصة. حنا في هذه الحالة هذه تنحاولوا في إطار تعاون مع السلطة من أجل تسوية الوضعية ديالهم ودفع وحثهم على السلامة لحماية الناس اللي كيشتغلوا معهم. هذا العمل هذا خاصه مقاربة شاملة في الجانب الاجتماعي والجانب القانوني، يعني ماشي فقط غير نشوفوا الترخيص ديال الناس فقط ديال القانوني، ولكن حتى الجانب الاجتماعي، لأنهم كيشغلوا واحد العدد ديال يعني العمال اللي هما وراهم أسر. وحسب معلوماتنا، أغلقت العديد من معامل النسيج والخياطة السرية المنتشرة في الدار البيضاء خوفا من زيارات التفتيش التي قد تتسبب لهم في متابعات قضائية لكونهم يشتغلون بطريقة غير قانونية، خاصة بعد توجيهات ملكية بضرورة الحد من هذه الورشات السرية. المصانع السرية هي مصانع غير قانونية، والدولة خصها تباشر هذه الأمور بصفة يعني ضربية من حالي على هذو اللي كيديروا هذا الشيء، ومع تواطؤ السلطة بعد أفراد السلطة، ماشي السلطة كاملة، وإنما خاص الشيء خصو يباشروه بواحد العقلانية وبواحد الصرامة، لانه علاش كيوقعوا واقعات، لانه كيدعوا الناس كاين كيموت. الحاجه الاولى هو النشاط الاقتصادي في حد ذاته، راه النشاط الاقتصادي مهم، تيوظف الناس وتخلص فرص الشغل. الاشكال اللي خصو يدار هو انه خاص تكون واحد الجراه ديال الدوله اولا المسؤولين باش يديروا اعاده الهيكله لهاد المعامل اللي هي سريه وتخرج للوجود بواحد الامكانيات كثيره، منها تحفيزات من ناحية البنك، تمويلات، تحفيزات من ناحية إدارة الضرائب. الإغلاق ستكون له انعكاسات اجتماعية وخيمة، فتسريح مئات العمال الذين كانوا يشتغلون بطريقة غير قانونية سيوقعهم في مشكل آخر، لأن تلك المعامل تظل البديل الوحيد لهم في ظل غياب أي فرص أخرى، ويجب تكثيف الجهود لمواجهة الاستغلال البشع ورفع الأرباح على حساب حياة وكرامة وحقوق العمال والعاملات.